تحت الشمال الناس الله يعمر هذا تبارك الله عليهم بروبينا وعطي واحد الترحاب ومرحبا الى تحيه اختي انتصار ناس الشمال احلى ناس والله الله يخليكم لينا وحنا عندكم دابا ان شاء الله كنتمنى نتلاقاو بجميع الناس اللي كيبغيونا وكنبغيوهم حتى حنايا وتلاقينا مع المتتبعين هنا وتيتعرضوا وترحبوا بينا وكبروا بينا وهادشي كيزيد في الشخصيه ديالنا حنا كنزيدوا القوه وغنعطيوكم غير مزيان والله الا اخا ياسين والله الا فرحت قسما بالله جاتني واحد الفخر جاني كبير فاش شفت كلشي كيدير عمو حليمه وكيسلم عليا شاقول لكم الله الا فرحت اخوتي الشماليين ما كاينش بحالهم حط لكم الشمالي شوف هو كلشي هنا حمرت رجلي ليش الشمال الى حنا الشمال 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 ها ولدي الله يعمرها في العاق والشمال الله يرضي عليهم الله يسهل عليهم وكبروا بينا ومساكين ما خلاو ما عندكم فيا وفرحانين فيا والله يجعل ربي يخليهم ديما فرحانين امين ربي امين حنا معاهم هنا ان شاء الله واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام امين لاله حصى شو تقولي الناس الشمال لاله حصى ديال الشمال الناس ديال الجود والكرم ما شاء الله وشكرا على الترحاب ديالهم الزوين لينا بزاف ديال الناس لقيناهم كيسلموا علينا وكيف ما العاد اي بلاصه مشينا ليها محلمه وعرفتها كنبغيوكم وكنحماقوا عليكم وكنحتكم علينا حتى نتوما لان فاش كنشوفوا الترحاب الزوين وهذا الكلام الزوين حنا حنا كما قلتش كنتشجعوا كنعطيو كل ما عندنا زوين وتحيه للناس الشمال الشمال مرحبا بكم كاملين ناس الجزائر المغرب من طنجه من خارج الجزائر يا مرحبا بكم يا ربي ما بقاش تجيو عندنا يا ربي امين طنجه غزاله بنبدوها تحيه لخوتنا المغاربه المتتبعين ديالنا الكرام من طنجه القويره والجاليه المغربيه وخوتنا الجزائريين وتحيه لكم دابا انا عاد شقات ليا ليا الشاي ياسين هاد السقيعة طوالي ما عرفاش داخلة للحمام ولا ما الله يوسخ حتى للمصوخ هادي ديك فاش كتعزل هذاك الشيء اللي عزلتيه كينزل عنده في السنية ديالو النمرة كيخليه هو كيعطيك هذه اي صافي لك احتفظي عليها حنان فاش غايجي الكاميريرو كتعطيها له وغايجيب لنا صافي يا ديال لاله حنان الحاجة اللي بغاتها اختي حنان على الراس والعين شكرا مرحبا سهلي كل خير انتي تساهلي 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 الله يجعل ربي يسهل عليكم ان شاء الله يا ربي ويعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله يا ربي وديما سواء اليوم سواء غدا حنان ومحبوبه ولا لدا ايش هاد يا حنان كسيات خدينا تيتيش افني انتصار ها هذيك لالا حنان اشنو حنان شكون داك تختار انا تنشوف ها تنشوف واش بان لي هنايا اش بالك تما ديال لالا حنان وانا تنشوف هادشي ها انت يا حنان شوف نجي حداك يا حنان هادشي يكون غالي ها ايوا ضروري ودي يا حنان غالي هادشي هادشي كلاس ولا كلاس ها لك هادشي خلاص تبغى لك لاش بالك حساب هادشي هذا وفرحه الشيخ تبارك الله وتحيه للمشاهدين ديالنا ان شاء الله صلوا بخير على خير هذه تتمه ديال الرحله ديالنا اللي درنا معكم الفيديو البارح هاد النهار ديال واحد البلاصه اللي هي زوينه وواحد البلاصه اللي كيقولوا لقب ديالها عروس الشمال طنجه العليا طنجه اخيرا اخيرا هانتوما عرفتوا فين جينا يا شحنان خليوها يبقاو يشوفوا يكونوا مشوشين يشوفوا واش يعرفوا البلاصه هذه عروسة الشمالية طنجة يا المتتبعين جينا ليها وجينا لواحد البلاصة غادي نفطروا فيها إن شاء الله هذه هي طنجة فاش شفتني حاصل شنا حنان هذه هي طنجة رجعت ليها طنجة فاش شفتني الحجر أنا شفتني الحجر الصحي أنت رجعتي لها دابا أنا كنعجب الناس ديال طنجة الوريضة الصراحة وردة الشمال ماشي غير عروسة الشمال والله العظيم أعطيها الوالدة هذه هاي هي الوالدة الله ينورك الله يسلمك وليداتي وبنياتي ها هي وليداتي الله حنا كنديرو الوالده دابا هضر ماما مع الوالده هاشي 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 الوالدة ماما أعطي التحية للمتتبعين وقول لهم في كاين أنت يا صباح الخير عليكم أوليداتي راه الصبح دابا والله يصبحكم على الخير والرزق إن شاء الله ودابا رحنا في طنجة تبارك الله وطنجة غزالة غزالة تبارك الله يا ربي وجينا نفوزو والله العظيم وفوزنا
أنا يحسبني في الأول ما عرفت شيء، نحسبني الدنيا معروضة هذا النهار هو أكشي كينا الولد كنا خارج وكل شيء فرحان والله العقبة تجي وولداتي إن شاء الله وتزوجوا بلادكم إن شاء الله يعطيكم رحمة الله إن شاء الله. أمين الوالدة. أجي عند الانتصار. السلام عليكم. السلام مرحبا بكم. قلت له خير. قلت له فضحتونا. فضحناكم. صافي عروسة الشمال. عروسة الشمال مرحبا بكم. قلت لكم تكونوا مكملين ان شاء الله يا ربي. وهم محلينا معنا وحنان. وعرفيني على الضيف الجديد الانتصار. الزوج ديالي عبد الاله. الله يخليك سي عبد الاله. السلام عليكم. مرحبا بكم. الله يحفظك اخويا عبد الاله. الله يبارك فيك اخويا عبد الاله. شكرا لك بزاف. والله اول مره غايبان اختي انتصار ياك. اول مره لينا الشرف والله العظيم. واحد الانسان الله يعمرها دار. الله يحفظك اخويا عبد الاله. كبرتوا بينا وفرحتوا بينا. الله يحفظك اخويا. عقوا طريقه هضره طنجاويه. الله يحفظك اخويا عبد الاله. انتصار لا يخدك اختي. الله يحفظك. اش دابا شنو دومونديتو حنان؟ كلشي زوين. حار العيد. هاتي احسا. هادو ما عرفو مين دومونديو. هادو شنو غادي ديرو؟ واش كنا البيض مطيش عندو؟ كنت كنفتح ليه. هاتي صاح. قالك حنا واش كاين البيض مطيش؟ لا يا ودي. انا الشيطان. الشيطان. يا واش اختي انتصار لان استقبلتنا احسن بان طنجة وتشرف الشمس ديال طنجة اللي صراحة فين ما مشينا المتبعين ديالنا كاينين اللي رحبوا بينا وحنا حنا مع الدجاج ديالو متبعين وسلموا علينا. كيما العادة محلي ما عريتها زعما كما قالوا لكم كنبغيوكم حتى حنا كنبغيوكم ونلحقكم علينا. الله يسعدك. الله يكبر بك اختي انتصار. الله ينورك. الله يكبر بك اختي انتصار صراحة. فرحتي بينا اختي وكبرتي بينا. والله الا راكم فوق عزازين عليا لا حسن ولا ياسين عزازين ولا بنات والوحدي ما راهي غير ثانية. الله يحفظك اختي انتصار. الله ينورك. معرفة ديال الشخص صراحة ونعم الراجل وسعدات انتصار وسعدات هذه الله يخليهم عندي شعبي. شعبي شعبي كثر من انتصار. داكشي الله يعمرها. صافي غنوليو ان شاء الله من الناس ديال طنجة. ان شاء الله ان شاء الله. عايشكم ياسين. ياسين اخويا. اجين عندي ندبر لك شي دار. اجين عندي ندبر لك شي دار انا. اي نقول لك الحزن. عرفنا دابا على السي عبد الاله اللي بغى شي دار. السي عبد الاله زيد يا سمسار في طنجة بامتياز. اللي بغى شي دار في طنجة واللي بغى يتسالى هو يعني راه تبارك الله عارف هذا الشيء مزيان وهو اللي غيسالينا وانتم غتشوفوا البلايص اللي غيدينا ليها. الله يسواه علينا وعليه بزاف. واللي بغى نمر عليه الدراري يقدر يقول على المباشر كاع الناس اللي غاتجي طنجه تواصل مع الزوج ديال الانتصار وراه ود الله الا مرحبا كاع المسائل ديال الدين من ديور من ديور القهاوي طوموبيلات الاراضي اللي بغيتو الاراضي اللي بغيتو. المهم الله يعطيك الصحه والعافيه. عطيك معطيه النمره. يا سي عبد الاله. سي عبد الاله حاول تعطينا النمره على المباشر للمتتبعين ديالنا اللي بغى يتواصل معاك. 0642 12 72 31 على الهواء مباشر. الله يعطيك الصحه. انتي كيترجم كيحسن درتي تخاديكسيون عطا ترجم اخويا. انا حتى هاد البلاصه هاد اللعيبه هادي عجبتني هاد فورميل دو ولكن ما فهمتش خبز كامل مع زبده وزيت وزيت الزيتون. دابا شنو دومونديتو اختي انتصار؟ غايجي دابا غادي يكون شنو غادي ندومونديو ان شاء الله يا ربي. واش ما انا باقي ما شفتي عاد غنشوف حنان شنو خصها. شنو حنان؟ ما كاينش الزبده والكونفيتير والفرماج. كاينه ودي لاله حنان كاينين. دابا ان شاء الله المتتبعين خليكم معنا بما ندومونديو. وليدات حيدوا عليا غير اللوبيا والعدس خليتهم في الدار وديروا شي حويجات اخرين اللي ما عمرني ما عرفت. هاك الشيء كاينه الوالده مرحبا. مرحبا.
شكرا لاختي انتصار اللي هي جابتنا لا بلاصه هذه وهذاك راه تنشكرها بزاف بزاف والله يخليها لنا ان شاء الله يا ربي ونعمه المراه ونعمه راجل اللي عندها الله يعمرها دار وبنيتها وليداتها كاين وليداتها في الخفاء ما كيبانوش هما حدانا جالسين فواحد الطبله حقيقه زوينين الله يعمرها دار وتنشكرهم بزاف وهذا الشيء غادي نقول لكم الله يعطيك الصحة ديال الحال غادي ناكلوا زيتنا نيشان بغيت نقول لكم واحد الحاجة راه عبد الإله سير جمع عافاك الفلوس واش نديروا العرس راه تنتسناك باش غادي ندير العرس بردي يا حنان بردي يا حنان ولا 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 جعلات عليهم أنتي صاح أخلي حنان تفطر بالي بحال تعصبات شوية دابا نضوا ما شوفش بلاش بأحسن فطور ياك بعدا إذا بأحسن فطور ورشعوا لي الموتى تبين عطاو شي جائزة سير الله سير الله كيف ما كتشوف حنان بغات هنايا شي باتيسري ديالنا شي باستيلي أنتي يا حنان يلا عزلي لي مع راسك هذا حنان عزيز مشاهدينا الكرام كلشي تبارك الله زوين يا حنان كلشي زوين كلشي مزيان كمزيون يلا اصلا القهوه ديال اير ايس يعني عندها كاليتي واعره برشا حنا حناك ما تفطري بلا كلاص راه لا كلاص عندهم ليه راه لا كلاص حتى ياك ها انت ودي لها هاي اجا خصها تشوف فيها لا كلاص تبارك الله زوين دابا شنو غتديو دابا انتصار شنو غتختاري يا حنان حنان شوف هذا هذا شنو اخر حنان هذا شنو اختاريتو دابا انتصار شوكولاته قال صافي صافي يلا سير الله ودي اختي انتصار انت يا ودي لاله حنان داكشي اللي بغيتي حنان داكشي اللي بغيتي ها هو جاك تيتيش هذا ديال حنان هذا ها حنان طبات البغريرو والحرشه وايلي انت حنا شنو كومونديتي ارا خويا داك الحنان ارا الحنان ارا روكدان فروماج مرحبا هاك يا ودي لاله حنان اير اير اي هاك يا ودي لاله حنان حنان شنو هاد الشيء هذا هذا راه البيض هذا مربع هذا الفطور ديال الحصى هذا انت حصى كومونديتي هاد الشيء ها غاشاني كي كتهضر وي هيا تيتي جاك فطرك ولا مازال؟ ها؟ مازال ولا مازال؟ راه خويا المرا الله يرحمها غادي نفطرها. كروك برا علي مع راسك. هيا شكرا اخي. جيرهم بيدو تبارك الله اللي خطي على اداب واخلاق. يا شخص انتصار؟ جيرهم بيدو تبارك الله ما شاء الله اللي خطي الاداب والاخلاق. زعما يعجبك السيرفيس في هذه القهوة هذه ما شاء الله عليهم الله يحفظك أحسن انتصار الله يحفظك جيرو راشد تبارك الله عليه جيرو راشد ما شاء الله عليه وليه لي خطيه شاف ونعم الشيخ ليش انا أحسن انتصار شنا الوالدة زوين وداك الشيء غزال شو تبارك الله الملوي الا تسمى هذا الحرير بحال ديال رشيد اختي فهمني الا جاكي ديال رشيد زوين وكل شيء نحي تبارك الله هاك الشيء كاين الوالدة حنان امين الوالد امين وشكرا لك اختي انتصار والله يخطيك والله الا مرحبا بك وكيكونوا الحباب حنايا يكونوا عين متتبعين ومشاهدين ديالنا راضيين علينا هذه هي الدنيا وما فيها وفرحانين بالشماليه مع المحرمه وعريساتها وليداتها الله يحفظك اختي انتصار حنان قولوا بسم الله ولا هزيت بلدي يا حنان هايا هايا زويته شربي وخلينا من خوينا شربي وخلي خوينا الدلاله حنان انا هذيك شنو هذاك انتصار؟ املو املو هذا تخيل شوف شحال انتصار ورينا شو عند وعند التيكي ديال اير ايس اير ايس شحال شحال انتصار؟ هذه واحده زنيقه لا الوالده لا هذاك املو 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 اييه تيتيس دابا غادي نفطروا ان شاء الله يا ربي ها؟ شنو تيتيس؟ هادشي هذا ندير بالحرشه هادشي اللي كاين انتصار فين هي الحلوه ديال حنان دابا غادي تحضر عطيتيه ديك اللعيبه لا ها هي عطيها شي عطيها لحنان مشيت عطيها له عطيها له عطيها له غادي يجيب لها من عندها من عندها قول لها حنان قول له هكا خيي شدي حنان قول له هكا خويا بكينات شنو هي ها هي الحلوه ديال حنان جات هيا شدي حنان الحلوه ديالك
فين كنتي ضمنتي حنان في الاول؟ ها؟ ماشي مشكل بحال بحال. قطع حنان هذيك صافي. صافي دابا غادي نفطروا ان شاء الله يا ربي. حفصه رويال صافي اخي شكرا. دابا ترونت غادي نقصوا فطروا. قولوا بسلامة. تمناو الفيديو ديالنا الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي راه غيفطروا غيخليوني داكشي باش تكون بسلامة. باي باي. وراه فطروا عليا حنان قولي باي باي خلاص. سلامة. هادو الكواليس. الكواليس انتصار عاد جا العصير. وانا قلت لك ها ضروري راه شديتها.